قال لي يا ملك بالله كبير، قال لي مثل رشيد خلق ليعيش. صلي له، قولي لحالك بكل لحظة وبكل ثانية أنه رح ينفذ ويطلع منها ويرجع أقوى من أول. ما فيك تقدمي له أكثر من هيك. وتذكر أنه أنا جنبك. شو؟ والله كل شيء بيطلع في إيدنا نسويه سوينا. يعني شو؟ أمل أرجوك تفضل دكتور. ما بخفيكم وضع الشاب كتير صعب، عنده شريان شبه متهتك بنسبة كبيرة، وفي جزء من الرئة اللي تلقى رصاصة شبه تالف. لك أنا شو بدي بكل هالحكي يا الله؟ نحن رح نطالع على غرفة عيان مشددة يعني. وما بدي حدا يدخل لعنده، مين مكانه وشو مكان صفته. عفوا سالم بي، رشيد نزف دم كتير ودخل بغيبوبة، ندعي له فيه منا بسرعة. نحن منحكون لحد الآن قدمنا له أقصى المستطاع، والباقي بيد رب العالمين. طيب إذا سفرناه لبرا مو أحسن؟ يا أنسة هون مثل برا، ما رح يقدروا يقدموا له شيء على اللي قدمناه نحن زيادة. معاف. حالياً هو بكوما، يعني ممكن يفيق بعد 5 دقائق، وممكن بعد ساعة، وممكن بعد سنة، وممكن بعد 10 سنوات، وممكن ما يفيق. آخر موهب يا أختي وصلنا. شو ما عادك تشتغل يعني اليوم؟ يا أختي شو قصتك أنت؟ صار لك سفرتين ثلاثة رايحة معنا، وين بدك تنزلي؟ شو قصتك أنت؟ هلا أنت ما عليك مني، أنا ما عم بدفع لك مثلي مثل أي راكب تاني؟ بلا خلص لك أنا، كمل شغلك أنت وإنساني. صباح الخير. صباح النور. في شي عن رشيد؟ لا. هدول مين بعتهم؟ هدول من سالم بيك بعتلك اياهم.